Bem, caprichou Bebeto, olha a chance, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É! Romário número 11! Aos 20! من 74 إلى 90 يمر المنتخب البرازيلي بفترة فراغ، عام 74 المرتبة الرابعة، عام 78 المرتبة الثالثة، 82 انسحب من الدور الثاني، 86 انسحب من الدور الربع النهائي، وسنة 90 انسحب من الدور الثمن النهائي، وكان هذا هو الدور الثاني، لكن برجوع زاجالو للإدارة الفنية وبحضور المدرب كارلوس ألبرتو اللي سجل حضوره في النهائيات المرة الثالثة بعد ما قاد الكويت سنة 82 وكذلك قاد الإمارات العربية المتحدة سنة 90، إذا تحت إشراف هذا الثنائي كان المنتخب البرازيلي أكثر واقعية وعرف كيفاش يحافظ على تقدمه وإن اقتضى الأمر اكتفى بالتعادل. نهائي كأس العالم أمريكا 94 كان ينتمي للمجموعة الثانية، فاز مقابلة الأولى على روسيا بنتيجة هدفين مقابل صفر، ثم تمكن في المقابلة الثانية من الانتصار على الكاميرون بنتيجة 3 أهداف مقابل صفر، وتعادل مع السويد هدف مقابل هدف، أمامكم هدف أمام المنتخب السويدي. مارو سيلفا روماريو بيوردها لبيبيتو، تقبض الجزاء بيبيتو، والهدف الأول، الهدف الأول للبرازيل، بيبيتو يسجل الهدف الأول للبرازيل، تمريرة ذكية من روماريو، النتيجة تقدم منتخب البرازيل بهدف واحد مقابل لا شيء، بيبيتو بعد طول وأعصاب مجددة يمرر روماريو كرة بينية ذكية قاتلة لبيبيتو الذي يسجل في الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى تونيميولا. البرازيل تلعب بعشرة لاعبين وتسجل الهدف الأول في المباراة في العرض البسيط. تمريرة ذكية من روماريو وبيبيتو في الزاوية البعيدة. دقيقة 74 يسجل في الدور الربع النهائي المنتخب البرازيلي تمكن من الانتصار على هولندا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين بعد ما كان منتصر بنتيجة 2-0. روماريو كان سجل الهدف الأول لصالح البرازيل في الدقيقة 53، بيبيتو يسجل الهدف الثاني في 63، وبرانكو الهدف الثالث في الدقيقة 81، هدف التأهل للدور النصف النهائي. دور النصف النهائي يتمكن المنتخب البرازيلي من الانتصار على السويد بنتيجه 2-0 بفضل اللاعب روماريو في الدقيقه 80، وكان كما نعرف كل قابله في الدور الاول وكانت انتهت المقابله هدف مقابل هدف. الدور النهائي جمع المنتخب الايطالي بالمنتخب البرازيلي وكانت المقابله انتهت بالتعادل 0-0 بعد تمديد الوقت، لكن بفضل الركلات الترجيحيه يفوز المنتخب البرازيلي بنتيجه 3 أهداف مقابل هدفين ويتحصل على كأسه العالميه الرابعه. في هذه النهائيات روماريو خاض 7 مقابلات وسجل 5 أهداف في حين بيبيتو سجل 3 أهداف. فرانكو مازينو وتمريرة لروماريو، روماريو وباليوكا، جلوكا باليوكا،
والباليوكا يتصدى، وباليوكا يتصدى لتسديد باليوكا ويسجل روماريو. تصطدم بالعادوريا التنفيذ ويسجل برانكو، يضيع ضرب امام باليوكا ويسجل، ودونجا يسجل. سن ارانتس دون ناشيمينتو لم الرابعة في تاريخه. اذا المنتخب البرازيلي يرفع الكأس العالمية رقم 15 في تاريخ كأس العالم.